مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين في نشرتنا الجوية لهذا اليوم. مطرنا بفضل الله ورحمته تأثرت البلاد بحالة مطرية كانت خفيفة إلى متوسطة خاصة على المناطق الجنوبية. بدأت في المناطق الجنوبية كانت أمطار خفيفة إلى متوسطة ابتداء من منتصف نهار اليوم، واستمرت حتى هذه اللحظة على بعض المناطق أمطار خفيفة متفرقة. بشكل عام متوقع أن تستمر هذه الأمطار إن شاء الله حتى الساعات الأخيرة من هذا اليوم، وبداية المساء تبدأ تقل تدريجياً وتنحصر في المناطق الجنوبية من البلاد. كانت كميات الأمطار المسجلة حتى هذه اللحظة تجاوزت وصلت تقريباً 9 ملي في بعض المناطق الجنوبية، خاصة الخيران كانت 9.4، أيضاً الوفرة السكنية وكذلك مزارع الوفرة 8 ملي، الجابرية 2.6، أما الدعمي 2.0، وأيضا السالمية 1 ملي. أمطار خفيفة وكذلك الحالة المطرية خفيفة، امتداد لمنخفض جوي ضعيف جدا أثر علينا، تكاثرت معها السحب الممطرة في بعض المناطق. أما الآن الأجواء غائمة جزئيا في معظم مناطق البلاد مع استمرار فرص الأمطار الخفيفة إن شاء الله حتى مساء اليوم. في مدينة الكويت السماء غائمة، الرياح جنوبية شرقية سرعتها 8 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة في مدينة الكويت 16 درجة مئوية، الرطوبة النسبية لا تزال مرتفعة 74%، الرؤية الأفقية 7 كيلومتر. أما بالنسبة للطقس المتوقع في منتصف هذه الليلة بمشيئة الله، أجواء صحو بشكل عام في معظم مناطق البلاد، الرياح جنوبية شرقية من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة سرعة الرياح، متوقع أن تصل درجات الحرارة في المناطق الغربية من دولة الكويت 8 درجات مئوية في منتصف هذه الليلة، المناطق الوسطى والساحلية متفاوتة ما بين 11 إلى 13 درجة مئوية، مع بداية دخول ساعات الصباح الأولى ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة في معظم مناطق البلاد تتفاوت ما بين 7 درجات مئوية في المناطق الغربية، مناطق الوسطى والشمالية متفاوتة ما بين 8 درجات إلى 11 درجة مئوية مع استمرار رياح الجنوبية الشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. منتصف نهار يوم الغد متوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى ما بين 17 إلى 19 درجة مئوية في مختلف مناطق البلاد، الرياح راح تكون رياح متقلبة الاتجاه تتحول إلى رياح جنوبية شرقية في معظم مناطق البلاد خاصة المناطق الشرقية من دولة الكويت. أما بالنسبة للأجواء البحرية أعزائي المشاهدين، متوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله أجواء معتدلة مناسبة لممارسة جميع الأنشطة البحرية، متوقع أن تراوح ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 3 أقدام، التيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 25 دقيقة، موعد شروق الشمس الساعة 6:44، موعد أذان المغرب الساعة 5:11 دقيقة. بالنسبة للطقس المتوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة بمشيئة الله، أجواء غائمة جزئيا بشكل عام في يوم الأحد والاثنين، اليوم مباشر الرياح جنوبية شرقية، ابتداء من يوم الاثنين تتحول الرياح للرياح الشمالية الغربية خفيفة السرعة، تبدأ تتكون بعض السحب الممطرة وكذلك فرص الأمطار تعاود ويانا في يوم الثلاثاء ابتداء من صباح يوم الثلاثاء وتستمر حتى المساء، قد تغطي وقد تؤثر على معظم مناطق البلاد خفيفة إلى متوسطة في معظم الأوقات، تقل فرص الأمطار ابتداء المساء اليوم الثلاثاء وصباح يوم الأربعاء، وتستمر الأجواء الغائمة جزئيا واعتدال في الطقس بشكل عام. درجات الحرارة العظمى متفاوتة ما بين 18 إلى 21 درجة مئوية، أما بالنسبة لدرجات الحرارة الصغرى متفاوتة ما بين 11 إلى 12 درجة مئوية.